أولا رمضان كريم على الجميع. بطبيعة الحال مقابلة ديال الكأس هما معروفين، مقابلة اللي تيكونوا صغير الواحد ما تيقلبش فيهم على اللعب أكثر ما تيقلب على التأهل. بالنسبة لنا كان هذا هو الأوبجيكتيف، لاعبين مع فريق اللي هو عميد في الملعب ديالو أمام الجمهور ديالو. الحمد لله بقينا سوليدات، تأتنا هدف قدرنا نحافظوا عليه. كنظن هادو هما مباريات الكأس كانت الأهم فيها هو التأهل. معرفتش إلا كان الحكم هو اللي سونطرا الكرة وطلع ضرب بالراس، يمكن ما انا اللي تنشوف انه ما نعرف كان كوريكت. وراه قلنا مرارا وتكرارا قلنا انه تم ضرب الركنيه فيما مره كتعرض بعض الاوقات لا 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 الضوء ديال التحكيم. حنا ما كنبقاوش نقلبوا على هذه الاعذار، هادو جزء من اللعبه كنتقبلوها. لا الواحد بغى يبقى يقلب على هذه الاعذار، هذاك حقه. حنا بالنسبه لنا جينا نلعبوا مقابله، كنظن ان المقابله كانت متكافئه، الفريقين بجوج لعبوا الحظوظ ديالهم. كنا محظوظين اننا قدرنا نسجلوا اولا وقدرنا نحافظوا على النتيجه ديالنا، هذا هو اللي كاين. والاكيد دابا المشكل اللي كنكونوا فيه هو انه من بعد اشاك فوا تيكون توقف اللي ما كتكونش عارفين المجموعه كيفاش غتدخل عاوتاني لا كومبيتيسيون، هذا هو المشكل اللي تيكون عندنا. كنحاولوا ما امكن. شفتوا اليوم ليطا ديال اللعابه ما كانش 100%، ولكن مع ذلك فعرفنا نجيريو الماتش ديالنا رغم انه كاين رمضان راجعين من بعد واحد الفتره ديال التوقف. الريتم بيان سور ما غاديش يكون، ولكن كنظن تعاملنا مع اطوار المقابله بشكل جيد. لو غيست اون فا سادابتي كيف العاده، ما يمكنناش نحتجوا على هاد المسائل. الكالندري كتمشي على الجميع، خصنا نتقبلوها خصنا نتعاملوا معها ونلقاو الحلول. كما قلت قبل وغادي نعاود نقول عاوتاني اليوم، بالنسبه لنا كنلعبوا ماتش بار ماتش، كل كومبيتيسيون عندها الطريقه ديالها وعندها ليفيكتيف ديالها وعندها الاهداف ديالها. بالنسبه لنا كاش العرش حنا تنلعبوا الحظوظ ديالنا كامله، نحاولوا ما امكن كما قلت نمشيو ابعد نقطه. ما تنساوش انه الفريق فهو حامل لقب ديال النسخه الماضيه، اكيد انه خصك تكون خصك تحافظ على الحدود ديالها الاقصى فتره ممكنه. بالنسبه للبطوله فاحنا مازال عندنا 10 مقابلات، غادي نحاولوا نلعبوها بكل عزيمه، نلعبوا الحدود ديالنا ماتش بار ماتش. ما كنحاولوش نفكروا بزاف في المستقبل بزاف، حنا اللي قدامنا غادي نلعبوا ماتش بار ماتش. عندنا ماتش دو شامبيون ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وغادي يكون عندنا عاوتاني رجعوا هنا لخريبكا باش نلعبوا الكومبيتيسيون. ما عرفناش متى غيكون المباريات ديال الكاس، غادي نحضروا لقاء بلقاء، وكنظن هذه هي احسن وسيله بامكاننا نمشيو بها. وفيغا بيا ان شاء الله من الاخر ديال الموسم نديروا الحصيله ونشوفوا الامور كيفاش دايره.